مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أجندة. منعرفكن دايما من خلالها على آخر النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم. مرة جديدة بتتألق مدينة بيروت مع معرض إنشيب يلي بيحمل معه كل جديد بمجال الصحة والجمال. المعرض يلي بيشارك فيه 150 عارض وبيتوزعوا على 10,000 متر مربع، بيقدموا فيه آخر صيحات الموضة والابتكارات بعالم الجمال والصحة واللياقة البدنية، ويلي بيسمح للآلاف بالتعرف على موضة 2015 بعالم التزيين والتجميل والعناية بالبشرة والطهو والرياضة والرقص وغيرها من أصحاب الاختصاص، بالإضافة لأجواء مميزة ويلي بتضم أكثر من 100 عرض حي. تفاصيل أكثر بهالتقرير. أطلق معرض إنشيب حامل معه كل جديد بمجالي الصحة والجمال، حيث أثبت مرة أخرى تألق بيروت، مما ساهم بجعله مركز لتصدير الإنجازات الطبية والاستشفائية التجميلية والأفكار الإبداعية والخلاقة. هيدي دورته السادسة مثل ما بنعرف، وإن شاء الله فعلا إن شيب يكون عم بينقل لبنان لأجواء كلها فرح وجمال مثل ما هو معروف لبنان بلد الإبداع. نتمنى إنه تكون هالدورة فيها كل شيء ممكن يفكر فيه إن كان المستهلك أو رجال الأعمال والأخصائيين بهالمجالات هاي، لأنه مثل ما بنعرف إن شيب فريد من نوعه كونه بيطال 3 قطاعات مهمة كتير، وهي الصحة والجمال واللياقة البدنية. يعني هذا المعرض انا فعلا بعتز فيه، وبقول يعني اللي عم بيعملوا المعارض بهالايام هدول فعلا مؤمنين بلبنان، وهدول مقاومين حقيقيين للاقتصاد الوطني. هذا لبنان، هذه صوره لبنان اللي بدنا اياها، الجمال والرشاقه والاكل الطيب والاكل الصحي، هذا اللي نحن بدنا اياه. بقى ان شاء الله انا اتامل انه لو في عنا استقرار لبنان بيقدر يلعب كثير دور كبير بصناعه المعارض والمؤتمرات. نحن للاسف اخر 3 سنين كثير خسرنا مؤتمرات ومعارض دوليه، ولكن انا بامن اول ما الامور تستقر بلبنان حنرجع نقدر ناخذ دورنا ونحن نكون الافضل بالمنطقه. ان شيب يعني راس سليم وجسم سليم وروحية سليمة، هذا أكيد بيتطبق على الست تانية اللي كل سنة عم تعيشنا أجواء المعرض المهم، وأكيد بيتطبق على المجتمع اللبناني المدني اللي هو عنده حركة استثنائية من تحدي ومن إيمان ومن تجاوز بعض المصاعب. وبالرغم أنه ربما الراس السليم وجسم السليم ما بيتطبق اليوم على الدولة اللبنانية بعدم وجود رئيس للجمهورية.
هيدا تاني حضور لإلي بمعرض إنشيب، وعطول بحب أجي وألتقي بالوجوه المنورة مثل جمالك زينة. وأكيد هيدا معرض يعنى بالمرأة وبالجمال وبال كل شيء كوزماتيكس، وبيهمني عطول ضلني مطلعة. وصاحبة المعرض تانيا عيد دعيتني للافتتاح للمرة التانية وحبيت لبي الدعوة، وعطول حلو واحد يعني يتسقف يضل هيك أجور بكل شيء عم بيطلع جديد. بحب أقول من خلال إنشيب إنه نحن اللبنانيين بعدنا باقيين، بعدنا بكل الحياة تبعيتنا رغم كل المصاعب اللي نحن عم نواجهها، قادرين نوقف، قادرين نعمل معارض، قادرين نورجي الناس قديش نحن خلاقين، وخصوصا بمعرض مثل الإنشيب اللي بيحكي إجمالا عن قوة المرأة. زينة أكيد كلكم عم تتابعوا من 4 أشهر لليوم الحملة اللي قامت فيها وزارة الصحة وعلى مراكز التجميل وخبراء التجميل. أكيد نحن مع تنظيم هذه المهنة، وكان لابد أنه نواكب هذا التطور وهي الحملة، ونقدر نكون مع معالي الوزير لنقدر نحسن ونحصن هذه المهنة. فتداعى بعض خبراء التجميل وأصحاب مراكز التجميل ليأسسوا نقابة، هالنقابة تكون هي الحصن الحصين وهي اللي تدافع عن حقوق المنتسبين وترفع من شأن هذه المهنة وتخليها فعلا على المستوى المطلوب يلي دايما لبنان بيفتخر انه بالسياحة التجميلية. إنجلوت هي بولونية انترناشنال براند موجودة بأكثر من 450 ستور بالعالم وبكل البلدان، وهي مشهورة بالنوعية البرودكت الألوان المميزة والكواليتي تبع البرودكت، وأكيد مبين عليكم. مدام نجوى، خبرينا أكثر عن الميزة لإنجلو، يعني شو المميز بالبرودكتس تبعو لكم؟ هل عندكم قصص كمان العلاقة بالبشرة ولا بس ميك اب؟ لا، هي بالحقيقة بس ميك اب، بس كمان أكيد كل البروديوات يلي بتشيل مزيلة للميك اب، بس كمان للنيل بولش، كمان للأظافر الصحية في البريذبل أوتو ام نيل بولش. هي أكثر شيء مشهورة بالفريدم سيستم، لأنه هن الباليت أكثر شيء الست بتحب تحط أكثر من لون بنفس الوقت، وممكن تغيرها، يعني ما ضروري ترجع تشتري الباليت عن جديد، وممكن تحط البلاش مع الفاونديشن مع الليبستيك بنفس الوقت. أكثر شيء مشهورين بالآيلاينر لأنه لونج لاستينج، والحمرة كمان أكيد. الريسبوند كتير حلو، كل العالم معجوبين فيها. It's a collection. It's a big collection. أكيد It's a big collection، كلها تريندي، كلها فاشن. عم نجرب نغير بعالم الاي وير تطلع كل شيء لايف. مشاركتنا بمعرض الإنشاب أكيد مش أول مرة، عدة مرات صرنا مشاركين، معرض كتير ناجح وعم بيعطي صورة حلوة وراقية عن لبنان، عن الشركات الراقية بلبنان، وحتى كتحدي لبناني للوضع اللي عم بنمر فيه إن كان بلبنان أو بالمنطقة ككل، وعم يعطي انطباع قد اللبناني متفائل وقد اللبناني طموح وما في شي بيوقف بطريقه.
نحن تقريبا لنا كل سنه عم نشترك بمعرض الانشيب، ولنا تقريبا اكثر من 60 سنه بالسوق اللبناني. الشركه بتختص بمعدات للتجميل، سليمينج، تريمينج، هير ريموفال، لايبو مساج. المكنه اللي عم نشوفها هلا هي ال بي جي، من شركه فرنسيه ال بي جي كثير معروفه. هالمكنه 100% ناتشورال، اتس بيسيكلي ميكانوثيرابي، يعني مكنه للتدليك بتساعد للتنحيف وابدا ما في لها سايد افكتس. ثيرابي هن لشركه الدرماتيود، التكنيك جديده، بنشتغل بعده ابر، 18 ابره بذات الوقت بنشتغل فيهم بالموفمان سيركولير، بننظف البشره بالعمق وبذات الوقت بنخليها تتجدد، بننشطها بتصير تعطي كولاجين والاستين، ومنها لحالها بتصير تتجدد، يعني بنساعدها تجدد حالها هي مش بس نحن. أكيد هذا الشيء بخليك واحد هيك ينبسط لما بيشوف الناس قديش عم بيكون عندهم فرح لحتى يقدروا ينزلوا يشوفوا بعضهم، يتواصلوا مع بعضهم بأي نشاط كان، يعني وخاصة وأنه لبنان الحمد لله دايما عنده نشاطات مختلفة من كل الأنواع. بقى حتى الانشيب اللي عم بيكون سنة بعد سنة وعم يكبر سنة بعد سنة بين اللبنانيين وبين الأشخاص المقيمين بالخارج اللي عم بيجوا يشاركوا فيه كمان، بتحسي قديش كل الناس حابين يتعرفوا يمكن أكثر على كل الأشياء اللي موجودة بلبنان. بس بالنسبة لعالم الصباح أنا بحب إنه نكون موجودين هون لأنه بحب التواصل المباشر مع الناس، يعني هالأشخاص اللي بيعتبروا حالهم جزء من أسرتنا، اللي بيعتبروا حالهم جزء من عائلتنا نحن بعالم الصباح، بينبسطوا لما بيشوفونا شخصي، يعني لما بيحكونا، لما بتعرفوا علينا، لما بيشوفوا نحن حياتنا اليومية كيف بتكون، لأنه هن فعلاً لما نحن بنكون قاعدين معهم الصبح بيحسوا حالهم انه هن جزء من من هالعيله، بيحسوا حالهم بيعرفونا، ما بينقص الا بس شغله صغيره هي انه يتعرف علينا شخصيا، مثل هيك مناسبات يعني مثل هالمعرض. وان شاء الله بتكون دائما المناسبات اللي بشوفونا فيها مناسبات حلوه، يعني ما تكون مناسبات بتحزن، يعني ان شاء الله لا. صراحة نحن بآخر سنوات اشتغلنا على البراندز تاعونا وصاروا هني وورد كلاس براندز، وأكيد نحن أول معرض عم نشارك فيه حبينا نشارك فيه ببلدنا اللي هو لبنان، ورح بعدين رح نشارك بمعارض تاني على صعيد العالم كله يتوسعوا. نحن فخورين بالبراندز تاعونا، والبراندز تاعونا هني نمبر 1 بالفيلد تاعنا اللي هو الفارماسيز بلبنان وبالإمارات نفس الشيء. أخبار وأحداث كتير ببيروت بعد الإعلان، انطرونا.